بس اقف هنا خلي بالك عشان الوقت في الفيديو اللي قدامنا. طيب بقول لك ايه، ارمي القنبله السموك اللي معاكي وانا هلف اجيبه. قنبله ايه يا عم؟ اصبر بس انا هجيبه. ايه ده؟ ايه ده؟ الواد جابنا يا اختي، ده انت عيله براس كلب، عشان عمال اقول لك ارمي القنبله السموك ما كانش هيشوفنا. ما خدتش بالي والله. طب خلاص تعالى نلعب دور تاني. لا يا اختي، ولا تاني ولا تالت، انا قايم البس عشان خارج. خارج رايح فين؟ ايه يا ماما؟ خارج مع اصحابي شويه كده، قالوا هيتجمعوا النهارده، قلت انزل اسهر معاهم. عايز حاجه بالك معايا وانا جاي؟ لا يا حبيبي ان شاء الله يخليك، اهم حاجه بس ما تتاخرش بره او زي كل مره بالكتير قوي واحده اتنين، عشان احتمال ابوك يجي النهارده بدري من الشغل وما يعملش معايا حوار. واحده اتنين بالليل ده كده بالنسبه لك بدري يعني؟ ما تشوفيه بالمره كده لو عايز فلوس. طب عشان الكلمتين دول هديله، خد ياك، خلي دول معاك ينفعوك. يا سلام، اقعدي انت كده، اقعدي دلعي فيه. اما لما باجي اقول لك انا عايز اخرج تقولي لي اخرك الساعه 9، ده لو وافقتي اصلا بعد ذل ليكي تقومي جايه قايله لي ايه اخرك 9. يا سلام بقى لو جيت لك 9:05 اللي هو اتاخرت 5 دقايق تفتحي لي محضر. تسلم ايدك والله يا ماما، والله فعلا كنت محتاجها. ايه يا بوتاجاز 5 شعلة مالك؟ الخمسه عشان يشتغلوا؟ ايه دي كده اللي حصل لك حاجه من العصبيه؟ عايزه حاجه مننا يا ماما؟ يا عم اقعد بقى بلا بوتاجاز بلا بتاع، يا ريتها حتى بتسخن عليك. خلصت كلام؟ سيبها دي مالكش دعوه، انا عارفه اتعامل معاها ازاي. روح انت يلا شوف خروجتك، وانت بت قوم المطبخ بيند عليك. ان شاء الله البيند عليا مش اي، ما هو هو يخرج ويتفسح وانا اقعد بقى بهدل في الشقه واشتغل سيده. لما اقول بيند عليكي يبقى بيند عليكي. يبقى بيند عليا، بيند عليا. انا رايحه، انا رايحه. ايه ده، انت لسه صاحيه؟ يا ماما شويه بس وهخش انام. امال الواد ده فين؟ لسه ما جاش؟ لا يا ماما لسه. كل ده ولسه ما جاش؟ دي الساعه بقت 2. طب انا داخله انام، اول لما يجي تعالي صحيني. يا سلام، ده يوم الهنا، اول لما يجي اخش اصحيك على طول. ها يا بنتي جه؟ لا لسه يا ماما. ها جه؟ لسه والله ما جاش. لسه برضه؟ مع بعض يا جماعه، لسه برضه يا ماما. لسه برضه ما جاش؟ لسه والله يا ماما ما جاش، خش انت نامي، اول لما يجي هصحيك. طب خلاص بقى انا هدخل انام، واول لما يجي صحيني. مع بعض يا جدعان. ها؟ خلي بالكوا عشان التيم ده غبي ممكن يموتنا. مين بقى شوية؟ ارمي قنبلة عليه. خش خش يا عم الحرامي اللي بتتسحب، ما تخافش امك نايمة. ايه اللي مصحيك؟ الله يخرب بيتك، اسكتي، انت عايزه تصحيها؟ اللي مصحيني امك، عشان اول لما تيجي اقول لها يا ماما باسم جه. يخرب بيتك، ده انت فضيحه. اسكتي اسكتي واعمل لي كل اللي انت عايزاه. اللي انا عايزاه كله. حلو الكلام. اول حاجه عايزه 50 جنيه في السريع كده. 50 ايه يما؟ 50 عفريت لما يركبوكي. بقى كده؟ طيب تمام. يا ماما اسكتي، الله يخرب بيتك بدل ما تصحى على صوتك. امسكي يا اختي. بس بقول لك ايه، انت اصلا ما شفتنيش انا جيت امتى. عيب عليك يا مان، انت في امان، انا كنت نايمه اصلا. صباح الخير يا ولاد، اول مره اشوفكم صاحيين الصبح بدري، ما تخلونيش انبح صوتي زي كل يوم. صباح النور يا ماما. صباح النور يا ماما. وطبعا لسه ما فطرتوش، وما بيت تعملي كوبايه شاي غير بهاري عشان بعد كده اعمل لكم فطار. باسم هيقوم يعمل لك يا ماما، عشان كده كده هيقوم يعمل لنفسه دلوقتي. مش صح يا باسم؟ باسم مين؟ باسم انت، هو في غيرك معانا؟ هقوم انا اعمل لك يا ماما، انا كده كده هعمل لنفسي اصلا. بقول لك ايه، ما تجيب الشحن بتاعك شويه. لا عشان بشحن تليفوني عشان هيفصل، وبعدين ما تقومي تجيبي شحنك. انا مش عايز اقوم اجيب الشحن بتاعي، اصل جوه في الاوضه اللي فيها ماما. يا حبيبتي وتقومي ليه؟ مشاحن اخوكي موجوده اهو، انا اصلا مش عايز اشحن. خدي. بقول لك ايه، ما تقوم تجيب لي كوبايه ميه. ما تقومي تجيبي لنفسك، وانت انشليتي ولا ايه؟ اما انت عيله بارده صح، هو شغال عندك اقعد ما تروحش تجيب لها حاجه، وانت قومي يا اختي هاتي لنفسك. وبعدين صح، انت جيت امتى امبارح؟ البس ما جاتش من عندي. رد بقى يا باس. ايه؟ مش فاكر يا ماما بصراحه، اصل انا جيت ودخلت انام على طول. انا مش قايله لك امبارح اول لما يدخل الشقه تيجي تصحيني؟ فضلت قاعده مستنيك امبارح عشان تشحن لي رصيد عشان اكلم خالتك وهي جايه تجيب لي حاجات معاها. ايه؟ يعني انت كنت عايزاني عشان كده مش عشان اتاخرت؟ اتاخرت، ما انت على طول بتتاخر، ايه المشكله يعني؟ يلا حصل خير، هي كلمتني الصبح وقالت لي عايزه حاجه وقلت لها. لا هو مفيش مشكلة، مفيش مشكلة معاك انت خالص يا ماما. قولي والمصحف؟ ولا هفهمك؟ خد يا بت، والله ما هسيبك.